يلا يا عم كارتة بقى استعجلهم، احنا لسه قدامنا سكة طويلة. يا فاطمة يا نعمة يا طمطم. خلينا نخلص. لا بقولك يا عم كارتر، مش ماشي من هنا بقى غير لما تسمعونا زغروطة. سليم وحرقش عظمك، وان شاء الله اليوم ده مش هيجي يا عم كارتا. ما خيالاتي ام فعلا ايه كده. سلامتك يا عبود، ان شاء الله انا يا اخوي. بعد الشر عليك يا ام، بعد الشر عليك انا فداكم كلكم. نجيت من الموت بعجوبه يا ام، حادثه شنيعه لولا ستر ربنا سبحانه وتعالى ولولا دعاك انت يا ست الكل. أنا كنت رحت في الكازوزة يا أما. خالد بعد الشر عليك يا عبود. يا أما أنا اللي حاسس في نفسي الشغلانة يا أما، الشغلانة اللي خلاص قلت هي دي اللي هستتك منها وهسيغك وهحججك وهديك السيمة يا أما راحت. مش مهم يا عبود السيمة، المهم إن أنت طلعت سليم. الحمد لله، هذا من فضل ربنا. وبعدين يا عبودة كويس ان انت خلصت من الشغلانة دي، دي كانت واقفة عليا بخسارة. امي قصدي واقفة عليك بخسارة. خيالات يا امي خيالات. سلامتك يا دناي. شغلانة ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ ابني هيروح مني يا ناس، الجمل وقع. يا اما هموت يا اما، توحشوني يا اما. لا ما تقولش كده يا عبودة، بعد الشر عليك يا دناي. عايز حاجة يا قلبي؟ انا جعان قوي يا اما، جعان او 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 اما. حاضر يا عيني، هسخلك شويه طبيخ من بتوع امبارح وشايله لك كمان حته لحمه. اما انا عايز حواوشي، حواوشي وحاجه ساقعه كنز. من عينيا يا طنايا، انا هنزل اجيبهم لك بنفسي. ماشي، هات لي رغيف فاضي يما عشان احط فيه الحواوشي. حاضر يا اخويا. ما تقوم بقى، امك خرجت ما تستلبطش فيها. ايه يا امل، انتوا لسه حاسين ان انا لسه بمثل عليكم؟ ايه يا عبوده، حاسس بايه؟ انا حاسس اني بموت، حاسس اني بموت والموت بيقرب عليا. انا عايز اشوف هدى لحبيبتي قوي قبل ما اموت. الشاي يا خالد. تسلم ايديك يا امل يا بنت اختي، عقبال ما اشرب شربات فرحك. شفت يا خالد اللي حصل لعبوده؟ ما تقلقوش يا اولاد على عبوده، عبوده زي الفل، بس هو بيتدلع شويه. تصور يا خالي، كل اللي معاه في الميكروباص دخلوا المستشفى، حتى صاحب الميكروباص. نصفهم كده، حد قال لهم يركبوا مع عبوده؟ ده انا نجيت من الموت باعجوبه، كانت حادثه شنيعه وكنت هتفتقديني يا هدى.
هو ايه اللي حصل بالظبط يا عبود؟ ابدا انا كنت سايق كده هون في امانه الله ومشغل بقى محمد فؤاد اللي احنا بنحبه وبقى مسهل بقى مع فوقش. ما هي المشكله في محمد فؤاد ده، وهم بقى ورا عمالين يطبلوا بقى ويزغرطوا وخوتني وخوتني وقالين مزاجي خالص بقى، وفجاه لقيتك بقى قدامي كده هون على البربريز. يا سلام وحياه شديت يا هدى، قال بقى انت جايه كده هون بقى ايه لابسه فستان ابيض فابيض وطرحه ابيض فاخضر كده هون وترتر ملون كده هون وجايه جري. قلت لك استني يا حياتي استني، وانت بتشاوري لي يا عبوده يا حبيبي يا عبوده. وبعدين بقى انا ماسك بقى ايه دبدوب اخضر فاصفر وجريت جريت 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 جريت، وفجاه صحيت من النوم. لا لبست في شجره. مودك مش حلو، متخانق شويه مع دياد. بس ايه مفيش جو جديد؟ في بس طلعت بلدي ورسم على جواز. بس على مين ده؟ انا حسام ابو العز. قول لي يا جيجي، اللي بيرقص هناك على البيست مش حسام مذكور ابو العز؟ تمام سعادتك. طب نزل لي ازازه تويسكي على حسابي. تشيرز تشيرز. يلا بقى يا عم تعالى نقعد شويه بقى. يلا باي. بقول لكم ايه بقى عشان نكون متفقين، نو ماني نو درينك، مفيش فلوسات مش هتشرب حاجه، انت فاهم ولا لا؟ ماشي يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ دي التحيه ليك عشان بيه من مرتضى بيه. وفين مرتضى بيه ده؟ قاعد على البار هناك اهو. اه طيب ميرسي قوي، شكرا. جت في وقتها مش كده ولا ايه؟ يلا يا حسام. حط يا معلم. قشطه. يلا يا سوزي عيشي. مش واجب برضه اقوم احييه ولا ايه؟ واجب طبعا. طيب ميرسي قوي يا مرتضى بيه على التحيه الجميله دي. ميرسي على ايه يا راجل؟ ده انت ابن الغالي، انت مش فاكرني مش كده؟ لا ازاي بقى؟ متهيألي شفت حضرتك في المكتب داد، انتوا صحاب مش كده؟ اصحاب ولا بيزنس؟ بقول لك ايه، دي حكايه طويله قوي 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 قوي. تعالى قول لي ايه رايك بقى نروح نكمل السهره عندي في الشقه، نكركر ونهنكر للصبح. اوكي بط يو بلا بط بلا وز. اسمع مني ما تخافش، انا مش هقول لبابا عشان ما يزعلش مني احنا الاثنين. ولا يزعل بقى. يلا بينا. يلا بينا. اتفضل يا عم الشيخ. اتفضل يا اخوي، لك على دخلتك علينا مبروكه يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخوي، اهو جوه اهو اقرا لي القران ولا ارقيه. اكيد صابته عين ما صلت على نبي. ايه ده الشيخ عثمان؟ يما خالات يما، نفسي اشوفك نفسي اشوفك. ابيض عليك وعلى اللي حواليك يا حسام. صباح الخير يا حسام بيه. انت مين؟ انا ربيع. ربيع؟ ازيك يا ربيع؟ وحشني. انت فين يا ربيع؟ كتير قوي ما شفتكش على فكره. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا ربيع؟ تهاني هانم قالت لي استناك علشان لو احتجت حاجه. تهاني هانم؟ تهاني هانم مين؟ مامتك. مامتي حبيبتي. طيب بص يا ربيع، انا عايزك بس يعني توديني لحد باب الاوضه. تعدي باب الاوضه بس، ومالكش انت دعوه باي حاجه بعد كده يا ربيع. ماشي نمشي منين؟ ماشي يلا حبيبي يلا. يا نهار ابيض علي، انا جاي لك وناويها هظبط وقتل على الباب. ما فتحتش ليه لما انا خبطت؟ طيب يا نهار ابيض يا ربي يا ربيع، امسك دي. انت عامل ده عامل لي ده وشك انت كده؟ وهتودينا في داهيه.
ربيع اسكت شو عمال تغني وتعمل حاجات غريبة كده. امشي يا ربيع امشي يا راجل. فين باب الأوضة؟ من هنا من هنا يا